بطرس الأول 4. فعشان المسيح اتألم عشان خاطرنا بالجسم، اتسلحوا انتوا بالنية دي، لأن اللي اتألم في الجسم بطل عن الخطية عشان ما يعيش كمان الزمن اللي فاضل في الجسم عشان شهوات الناس، لكن عشان إرادة الله. لأن زمن الحياة اللي عدى يكفينا عشان نبقى عملنا إرادة الشعوب التانية، ماشيين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والعربدة والحفلات وعبادة الأصنام اللي متحرمة. الموضوع اللي فيه بيستغربوا انكم مش بتجروا وياهم للخلاعة اللي بزيادة دي نفسها، وهم بيشتموا فيكم. اللي حيدوا حساب للي هو مستعد انه يحاكم اللي عايشين واللي ميتين، لانه عشان كده بشر اللي ميتين كمان عشان يتحكموا حسب الناس في الجسم، ولكن عشان يعيشوا حسب الله من خلال الروح. ولكن اخرت كل حاجة قربت، فعقلوا وصحوا للصلوات. ولكن قبل كل حاجة خلوا المحبة بتاعتكم لبعض تبقى جامدة، عشان المحبة بتستر جملة خطايا. خليكم ضيفين لبعض من غير تذمر، خلي كل واحد بحسب ما خد منحة تخدموا بيها بعض زي وكلاء صالحين على نعمة الله إلى أشكال وأنواع. لو كان حد بيتكلم فزي ما بيقول الله، ولو كان حد بيخدم فكأنه من قوة بيوهبها الله عشان ياخد الله مجد في كل حاجة من خلال يسوع المسيح اللي ليه المجد والسلطان لزمن الأزمنة. آمين. يا حبايب ما تستغربوش البلوة اللي بتحرق اللي بتحصل وسطكو عشان خاطر امتحانكو، زي ما يكون سابكو موضوع غريب، لكن زي ما اشتركتوا في ألام المسيح افرحوا عشان تفرحوا في إعلان المجد بتاعه كمان، وانتوا فرحانين قوي. لو تعيرتوا باسم المسيح فيبختكو، لأن روح المجد والله يحل عليكو، أما من ناحيتهم فيتجدف عليه، وأما من ناحيتكو فياخد مجد. فما يتقلمش حد منكم زي قاتل ولا حرامي ولا بيعمل شر ولا بيتدخل في أمور غيره، ولكن لو كان زي مسيحي فما يتكسفش، لكن يدي مجد لله بخصوص ده، لأن ده الوقت عشان يبتدي الحكم من بيت الله. فلو كان يبتدي الأول مننا فإيه هي أخرة اللي ما بيسمعوش كلام إنجيل الله؟ ولو كان الصالح بالعافية بيتنقص فالفاجر والخاطي حيبانوا فين؟ يبقى بقى اللي بيتألموا بحسب إرادة الله يبقوا يسلموا نفسهم زي وديعة في عمل الخير للأمين اللي خالق.